بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ عزيزي التلميذات في درس جديد من سلسلة دروس النشاط العلمي التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. درسنا اليوم يتعلق بمادة النشاط العلمي. المرجع المنير في النشاط العلمي مستوى الخامس ابتدائي. الهدف من هذا الدرس وهو حصة تقويم تشخيصي الفاليسيون دياغنوستيك. لأن غادي نحاولوا إن شاء الله في هذه الحصة هذه أننا نقدموا هذه الحصة ديال تقويم تشخيصي. إذا تابعوا معي أعزائي التلاميذ وانتبهوا. النشاط العلمي الخامس ابتدائي الأسبوع الأول لا بروميير سيمين حصة تكوين تشخيصي إيفاليسيون دياغنوستيك صفحة 6 من كتاب التنين. أولا سنبدأ بعلوم الحياة الاستيفي علوم الحياة. النشاط رقم 1 تمثل الصورة جانب هنا باتا زهريا. املأ الجدول الآتي بوضع أسماء النباتات ودورها في الجدول. لأن هذه النبتة ستكون من أربعة أجزاء، غادي نحاول نكتبو كل جزء في الجدول ونشوفو الدور ديالو. إلا خدينا رقم 1 تنشوفو بأن عندنا هنا الأزهار أو الزهر، إذا كان مفرد زهر. إذا هاد الزهرة هذه ماذا الدور ديالها؟ هو إنتاج الثمار والبذور. ثمار يأكلها الإنسان وبداخلها البذور. أولا الثمار يتغذى عليه الإنسان والبذرة لكي يتكاثر أو لكي تتكاثر عن طريق الرياح التي تنشر تلك البذور. إذا قلنا الزهرة بداخلها تمرة والتمرة بداخلها بذور. إذا التمرة يأكلها الإنسان والبذور لكي نزرعها ولكي تستمر هذه الحياة تستمر هذه النفس في الحياة لكي لا تنقرض. ثم عندنا ثانيا عندنا الساق اللي هو هذا في الجوج هو تشوفوا الساق له علاقة من الجذور إلى أعلى. ما هو الدور ديال الساق؟ ينتقل الماء والأملاح المعدنية ينقل الماء والأملاح المعدنية. هذا هو الدور ديال الساق. ومنين جاي الماء ومنين جاي الأملاح؟ منين جاي؟ من الجذور. والجذور من أين تمتص الماء؟ من التربة. مفهوم؟ إذا الساق ينقل الماء والأملاح المعدنية التي تمر عبر قنوات داخل هذه الساق تكون ابل لاسيل. ثم عندنا رقم 3 هو الاوراق لي فوي. اذا شكون هو الدور؟ هذه الاوراق هذه تلتقط الاشعه وامتصاص وطرح الغاز. اذا لان الشمس ضروريه من خلالها يتم انتاج الغذاء. اذا فهذه الاوراق لها دور فعال في هذه النفس هذه هي التي من خلالها يتم إنتاج الغذاء. ثم نمشيو للجذور ميراسي وهو رقم 4. الجذور اللي هي الأساس ديال هذه النبتة. لولا الجذور لما وجدت هذه النبتة. إذا لها دوران عندها جوج ديال الأدوار. دوران أولا امتصاص الماء والأملاح المعدنية من التربة. هذا الأول. هي اللي ستمتص ذاك الماء وتتمتص ذوك الأملاح المعدنية وتيطلعوا عبر القنوات التي توجد داخل الساق. إذا هذه الأملاح المعدنية والماء تمر عبر قنوات داخل الساق لكي تصل إلى الأوراق لكي تغذيها ولكي تثمر وتنتج. تثبت ثانيا الدور الثاني أنها تثبت النبتة. لأن إذا ما كانوش الجذور هذيك النبتة ما تقدرش تبقى واقفة غادي تطيح وإذا طاحت غتموت. إذا تثبت
إذا عندنا أولا امتصاص الباب والأملاح المعدنية، ثانيا تثبت النبتة لكي تستمر على قيد حياتها. إذا نشوفوا هاد الجذور هادو يزلو واحد عندهم واحد لورون طريز امبورتون هي تتفيكسي لنا هاد النبتة باش تبقى واقفة لكي تستمر على قيد الحياة. نمشيو للنشاط رقم جوج. النشاط رقم جوج اكتب تحت كل صورة صفات وراثية أو صفة غير وراثية إريديتير أو بيان نو إريديتير. وراثية عن أب وجد، وغير وراثية بمعنى ليس لها أصل. إذا ننتقل إلى السبورة الأخرى لكي أسمم الشرح. ننتظروا. إذا أكمل الشرح. نمشيو لهذه الصورة الأولى اللي فيها ثلاثة ديال الصور، عندنا حمار وحشي وعندنا ديك وعندنا نباتات. إذا خدينا الحمار الوحشي اللون ديال الفرو ديالو، بمعنى هذيك الصفة ديالو اللي فيها الأبيض ولا سواء الأبيض ولا سواء، وهذا موجود عند جميع عند الحمار الوحشي. جميع الحيوانات هذا الحمار الوحشي كلهم عندهم هذا نفس الفرو، بمعنى فيه واحد لون بيض اسود بيض اسود. اذا بما انه عندهم نفس اللون فنقول بانها صفه وراثيه. راه ما يمكنش نلقاو واحد الحمار وحشي عنده ابيض اسود واحد غادي يلقاو ابيض احمر، لا عندهم نفس اللون، فهذه صفه وراثيه ابا عجل. إلا مشينا للصورة الثانية، الديب شكل الأنياب، إذا تنشوفوا هذا الديب هذا حل الفم ديالو الأنياب، راه إلا خدينا واحد الديب آخر وحلينا الفم ديالو غادي نلقاو نفس الأنياب، إذا كذلك صفة وراثية، صفة وراثية. إلا مشينا للصورة الثالثة النبات عدد الأوراق، إذا إلا خدينا عدد الأوراق هنا مثلا غادي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد النبتة أخرى غادي نقاس ليها 20 ورقة، علاش؟ لأنه هنا على حسب الظروف، على حسب الظروف، أقول على حسب الظروف، لأنه هاد النبتة تترجع للأرض، التربة، الأملاح المعدنية، الماء، الشمس، الحرارة إلى غيره، إذا هنا حسب الظروف، واحد النبتة موجودة في واحد الأرض جيدة غادي تعطينا بزاف ديال الأوراق، واحد النبتة موجودة في واحد الأرض وعندها بزاف تنسقيوها مزيان وعندها الأملاح المعدنية غتعطينا واحد الأوراق عديدة. باركون إذا خدينا واحد مسحتينها واحد الأرض اللي هي جافة، لا تصلها الشمس، ليس لها أملاح معدنية، ليس هناك كثرة الماء، فغادي يكون فيها عدد أوراق ضئيلة، إذا هنا على حسب الظروف، فهي صفة غير وراثية، صفة غير وراثية، صفة على حسب الظروف، على حسب الظروف ديال التربة والماء والأملاح المعدنية والشمس. إذا خدينا هاد الصورة هادي ديال المسالات اللون ديال الأحمر فهي صفة وراثية عن أب وعجل، إذا النبتة أخرى غادي نلقاو نفس اللون. إلا خدينا هنا السنبلة القمع عدد الحبات القمح تختلف كما قلنا في الأول على حسب التربة، واحد التربة جيدة فيها الشمس فيها الماء فيها الأملاح المعدنية فيها الذباب فيها لي غتعطينا واحد السنبلة فيها بزاف ديال الحبات وتكون ديك الحبات غليظة. باركونتر إلا كانت عندنا واحد الأرض هي قاحلة أو لا فيها الأحجار أو لا التربة ديالها غير جيدة قليلة الماء لا تصلها الشمس، غادي تكون عندنا السنبلة ضعيفة ويكون الحبة ديالها رقيقة وما غاتعطيناش بزاف ديال الحبات. إذا هنا صفة غير وراثية حسب الظروف، صفة وراثية حسب الظروف ديال الملائمة ديال هاد الأرض. نمشيو للنشاط رقم ثلاثة، أضع علامة في الخانة المناسبة. مرض كوفيد 19، المرض ديال كوفيد 19 ما كنتش تنعرفو هذا المرض ديال 19 لأنه عشنا في هذه المرحلة ديال هذه السنوات الأخيرة. عندنا مرض غير وعدي لا يمكن الوقاية منه، يمكن التلقيح ضده. الجواب مرض كوفيد 19 مرض غير وعدي، هل هذا صح أم خطأ؟ خطأ، أنه مرض وعدي ينتقل من شخص إلى شخص، إذا عندنا خطأ. إلا خدينا لا يمكن الوقاية منه، لا يمكن الوقاية، واش ميمكنيناش نتخلصو من هاد كوفيد 19 نحميو روسنا منه؟ لا يمكن، إذا
إذا هنا خطأ، لا يمكن الوقاية منه، خطأ يمكن الوقاية منه، علاش؟ عن طريق التباعد، الكمامة، التلقيح، إلى غير ذلك. يمكن التلقيح ديال الدواء صحيح، يمكن لنا نلقحو هاد الكوفيد هذا ونتهناو منه. ثانيا علوم الفيزياء، لا سيونس دي فيزيك، اكتب صحيح أو خطأ، إذا اكتب صحيح أو خطأ أمام كل عبارة. المغناطيس ليمون يجذب إبرة حديدية، نعم صحيح، إبرة حديدية صحيح. المغناطيس يجذب قطعة ألمنيوم، لا خطأ. المغناطيس يجذب قطعة لدائن، خطأ. بلاستيك، خطأ. الخشب موصل لتيار كهربائي، خطأ. الخشب لا يوصل كهرباء. النحاس موصل لتيار كهربائي، صحيح صحيح صح صحيح. ننتقل لكم ثلاثة علوم الفضاء والأرض، علوم لا سيونس ديال ليسباس اي لا تير. إذا أسامي مشرح تمثل الصورة جانبه، هي هذه الصورة جانبه المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية هنا الكواكب التي تدور حول الشمس، هذه هي الشمس والكواكب تدور حولها. أولا ألف يحدد رقم الكوكب ديال الأرض، هنا أين هي الأرض؟ هي هذه، هذه الكرة الأرضية، إذا عندنا أربعة على حسب الصورة، عندنا الكرة الأرضية هي أربعة. ماذا تمثل مسارات الكواكب؟ هذه الكواكب اش تمثل المسار ديالها؟ المسارات ديالها هي الدوران حول الشمس، إذا تدل على دورانها حول الشمس، تدور على دورانها حول الشمس، إذا الكواكب كلها تدور حول الشمس. ما أهمية الشمس بالنسبة لكوكب الأرض؟ إذا كاين هنا بورتونس ديال لو سوليل بارابور على تير، إذا الدور مهم جدا بالنسبة للشمس، الدور مهم هنا. فهي تعتبر مصدر للحرارة، لأن الشمس هي التي ترسل الحرارة إلى الأرض، ترسل الحرارة إلى الأرض كل على حساب الفصول، والحرارة ضرورية للإنسان، ضرورية للنبات، ضرورية للفلاحة، ضرورية للأراضي إلى غير ذلك، تعطي الحرارة للأرض، تعطي الحرارة للأرض. مصدر للضوء، فهي التي ترسل لنا الضوء إلى الأرض، ها؟ تغطي أو تعطي الضوء للأرض، تعطي الضوء للأرض، إذا ما كانش الشمس غادي يكون عندنا الأرض فيها الظلام، وما يمكنناش نعيشوا بها. مصدر للحياة، المصدر للحياة، الشمس هي مصدر للحياة، علاش؟ إذا ابتعدت الشمس، إذا ابتعدت عن الأرض، إذا الشمس إذا ابتعدت عن الأرض، فالأرض ستتجمد، ولا يمكن العيش فيها، سيموت الجميع، يعني إذا تجمدت غادي نتجمدوا فيها، دونك غادي نموتوا، يعني إذا ابتعدت غادي يولي عندنا الأرض كلها جامدة، إذا تتجمد الأرض، وإذا اقتربت الشمس من الأرض ستحترق، غادي تحترق، إذا ما يمكنناش نعيشوا فيها، ستحرق الأرض، إذا فالشمس ضرورية للحياة، تعطينا الضوء لكي نعيش على هذه الأرض. وإذا لم تكن هناك شمس يكون الظلام، وإذا كان الظلام لا يمكن أن نعيش على هذه الأرض. إذا فالشمس هي مصدر للحياة ضرورية، لا يجب أن إذا ابتعدت سنكون في مشكل، وإذا اقتربت سنكون نعيش في مشكل. إذا هكذا نكون قد أنهينا الحصة الأولى، حصة التكوين التشخيصي للمستوى السنة الخامسة الابتدائية. أتمنى لكم أن تكونوا أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم المفهوم ديال هذه الحصة ديال التكوين التشخيصي. أتمنى لكم التوفيق، وإلى الحصة الثانية اللي هي خاصة بالدعم ديال المكتسبات.